مبروك الفوز على فريق كوره صعبه وتحيه مركز الكاس. تقييم حضرتك لاداء الاهلي في الدوري؟ اولا بنحمد ربنا على مباراه النهارده، مباراه مهمه، مباراه قويه، فرقه محترمه لعبت جيم كويس جدا قدامنا. لعبتنا عارف لعبتنا فيها ارهاق كبير جدا بسبب ان في لعيبه منتخب وفي لعيبه لسه بقالهم اسبوعين، الموضوع فيه ارهاق شويه، لكن بقول لهم شكرا جدا. تقييمي للدوره كمجمل بصراحه الحمد لله قدرنا نعمل ماتشات كويسه جدا، واللعيبه قادره تنفذ كلام الخواجه كويس جدا جدا. وقادره تنفذ كلام الخواجه كويس جدا، وده الاهم عندنا. التارجت عندنا احنا كنا وصلنا بصراحه سيمي فاينل، بس الولاد تعبوا. ماتش برشلونه ماتش قوي جدا، فرقه تقيله، فرقه بطل اوروبا، لعبنا جيم كويس اول شوط، شو تاني ما قدرناش نجاري الموضوع، لكن في الاخر نقول الحمد لله احنا واصلين تارجت كويس جوه بطوله العالم. يمكن الاهلي تاني مره على التوالي يشارك مع الاهلي، اعتقد ان احنا عندنا طموحات كبيره جدا مع فريق الهاندبول في النادي. اعتقد ان المدير الفني ديفيد عامل نجاحات كويسه من ساعه ما جه، اكيد عندنا طموح للمرحله اللي جايه، واكيد عندنا طموح نوصل للمراكز الاولى في بطوله العالم. ان شاء الله هنعد كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا في المرحله الجايه. اتمنى ان الفرقه تكمل على المستوى ده، وانا عارف ان الفرقه دي عندها تارجتس معينه بتشتغل ماشيه في البلان بتاعتها مظبوطه في التارجت بتاعها، لكن لو تعثرنا شويه ما بتفرقش معانا، بنكمل البلان اللي احنا بنعملها، لان في بروجكت كبير بيحصل في الهاندبول ان شاء الله يقدروا يحققوا باذن الله السنه الجايه يخشوا بطوله العالم ويوصلوا للابعد حته في بطوله العالم. اكيد حضرتك متابع دايما، بيبقى في تساؤلات ليه ما فيش محترفين في فريق يد الاهلي؟ ممكن مش كل الفرق تقريبا عندها محترف رجال وسيدات ما عدا اليد، في سبب معين؟ احنا ما عندناش سبب، احنا عندنا مديرين فريقين محترمين جدا بنمشي معاهم، هم اللي بيحطوا البلان، هم اللي بيحطوا الشغل بتاعهم. المدير الفني هو اللي قايل كده، هو اللي مش عايز الراجل، مش عشان مش عايز حاجه، هو الراجل شايف لما يجيب محترف يكون محتاجه، ويكون محترف على ذو قيمه عاليه جدا، جايز السوق الاوروبي ده ما فيهوش محترف افيلابل يقدر يجيبه، لكن هو لو هو عايز احنا هنجيب. لكن هو في الاخر الراجل عنده فلسفه فيلوسفي معينه شغاله عليها، الفلسفه دي ان هو يقدر لعيبه النادي الاهلي تاخد خبرات كويسه، احنا عندنا لعيبه صغيره في السن يقدر ياخدوا خبرات جوه بطوله العالم وفي المرحله الجايه كمان باذن الله. برضه تابعنا في شويه مخاوف من جماهير الاهلي ان في 5 لاعبين برضه مدربين في الموسم، هل اداره النشاط الرياضي بدات تتحرك ولا بتستنى مثلا لحد ما الموضوع اللي هيخفى عليك الموضوع انتهى، اللعيبه كلها مجدده، كل لعبتنا تمام، وكل امورنا مظبوطه لكل العاب، ما تقلقوش، بقول لجمهور الاهلي اطمنوا وما تقلقوش، كل حاجه مظبوطه في كل الفرق باذن الله. اخر حاجه يمكن هنا عرفنا ان نادي الخليج عنده بطوله اسيا الاسبوع الجاي وكانوا عايزين يلعبوا عبد الرحمن فيصل. راي المدير الفني هو اللي بيمشي في الموضوع، احنا عندنا ماتشات، لو احنا كنا فاضيين الاخر السيزون اللي فات طلع قبل كده السعوديه وطلع قبل كده قطر، لكن احنا السنه دي ما عندناش وقت افيلابل لان عندنا ماتشات في الدوري، ودي المشكله اللي عندنا. شكرا جدا. شكرا.